طيب خليني بقى اتكلم على المباراه لو اتلعبت شويه. فرص الاهلي، فرص الزمالك في الماتش ده بالاجواء المحيطه بالفرقتين، لان هنا في مشكله وهنا في مشكله. فالمره اللي فاتت انت كان عندك ثقه كبيره قوي في ان الاهلي هيكسب الزمالك. طبعا. خسر الاهلي من الزمالك. شايف ايه المره دي؟ شايف الفرقتين خايفين من بعض. فرقتين خايفين من بعض. جماهير الفرقتين خايفين. يعني لو جبت اي مشجع زملكاوي يقول لك انا خايف. لو جبت مشجع اهلاوي يقول لك انا خايف. الفرقتين اللي قدموه في المباراه النصف النهائي اصاب جماهيرهم بالاحباط. يعني الزمالك نجا بعجوبه من هزيمه سواء بضربه الجزاء او الهدف الملغي. لو هدف ملغي صحيح انه يتلغي ولا؟ انا باتفاق الخبراء هدف ملغي. انا مش خبير كوره، انا مش خبير تحكيم. حلو قوي. سمعت يعني 80% يعني مثلا لو 80% اتفقوا انه الهدف ده الغاءه صحيح يبقى الغاء صحيح. انا مش خبير كوره. هو فعلا 80% يمكن اكتر. اكتر من 80% قالوا استثناء البعض من المحللين في احدى القنوات امبارح. استغربت جدا بس انا للامانه اصرارهم على ان الهدف صحيح 100%. ربما كان في احراج من الكابتن هاني سعيد قاعد او حاجه ربما. مظبوط مظبوط. لكن الكوره واضحه. لكن انا لما يطلع رئيس لجنه الحكام يقول ان ده هدف صحيح، لما يطلع كابتن جمال الجندوري يقول لك ده صحيح، لما يطلع كابتن سمير عثمان يقول لك ده صحيح، لما يطلع كابتن وجيه احمد امبارح مش صحيح قصدي يعني قرار الحكم صحيح. كان قرار الحكم صحيح. الكابتن وجيه احمد معاك يقول لك القرار صحيح. لما دول كلهم اللي هم نجوم التحكيم عندنا يقولوا اتفقوا على ان الهدف غير صحيح يبقى الهدف غير صحيح. لا بس عندنا اثنين طلعوا قالوا صحيح. مالناش دعوه. انا بقول الاستاذ فتحي سند والاستاذ حسن المستكاوي الاثنين طلعوا في احدى القنوات قال لك الهدف صحيح. انا بص عم. ومعاهم الاستاذ محمد سيف. اولا الثلاثه دول اصروا ان الهدف صحيح. اولا انا مستغرب الامارات انتوا مش حكام فالامارات وافقتوا الامارات تملك. انا بفسرها ان كان في نوع من انواع الحرج لان الكابتن هاني سعيد ممكن. ربما الله اعلم كان احترامي. لكن عايز اقول لك بس حكايه السرعه في الكلام ده كله. ده النهارده اتوصلت مع زميل اعلامي اماراتي قال ان الامارات تملك اعلى تقنيه فيديو. ده حقيقي قال لك احنا ما عندناش حاله بتاخد اكتر من نص دقيقه. ده بالظبط. هو ما لحق 10 ثواني مثلا. هو قال لك احنا عندنا اكبر تقنيه صحيح. فيديو في العالم. قال لك دي مش موجوده. قال لك دي موجوده في الدوري الانجليزي فقط. التقنيه دي موجوده في الدوري الانجليزي بس. تمام. دي صوره النهارده لمحمد صبحي في احدى المولات في ابو ظبي. تمام. دي صوره النهارده يا استاذ عمرو لمحمد صبحي. زعلان جدا هو عشان زمايله. ايه علاقه ده بالموضوع؟ لا بالمناسبه يعني ان هو ما كانش هو ايه ممنوع ينزل مولات. لا بقول لك التضامن. لا انا عايز اسالك. ادي الاجواء اللي بتقول عليها اجواء. لا انا بس بسالك سؤال. هل محمد صبحي عشان راح مول او اشترى حاجه؟ لا احنا بنقول ان هو خارج الازمه. لا اله الا الله. بقول لك ان هو خارج الازمه يعني. ما انت عايز توحي لنا ان الموضوع. لا بقول لك خارج الازمه. خارج الازمه عشان الناس بيقول لك ان صحيح. انت بتوحي لنا ان يعني لا ما فيش حاجه واللعيبه مش في دماغها. لا في دماغها. طبعا بقول لك اكيد طبعا مشغولين بزمايلهم. طبعا بقول لك امير. انا بقول لك امير. خلاص يا جماعه. انا سريع. قلت لك قبل كده ان الجمهورين هم اللي صعدوا بالاهلي والزمالك للنهائي. قلت لك جمهور الزمالك وجمهور الاهلي هم اللي صعدوا الاهلي والزمالك للنهائي. ده اللي حصل. ماشي استاذ عمرو. نشوف المباراه ازاي لو اتلعبت. تتمنى تتلعب ولا لا بسرعه؟ لا طبعا تتلعب. طبعا. حلو. طيب قول لي بقى تشوف الماتش. وغالبا هتتلعب يعني. انا أوكي. اعتقد انه هتتلعب. أوكي. لكن انا بتكلم على الاجواء. اجواء مش اجواء. هتاثر على الاهلي والزمالك الاجواء دي؟ هتاثر على الزمالك. هتاثر على الاهلي. طب الاهلي عنده مشكله كهرباء برضه. خلاص استبعد كهرباء وكل شيء. خلاص لا ايه بقى مشكله الاهلي؟ لا ما عندوش مشكله. المشاكل معموله للزمالك وفرض الامن ده عمل المشكله لانه اهلاوي فعمل المشكله اللي ممكن تكون مقصوده. يا عمرو. لا يا عمرو. ايه يا عمرو الكلام ده؟ يا عمرو يا عمرو زيت الامر دي بقى اطلع منها بقى. على فكره الفرد يعني. الامن ده مش اماراتي. ده مغربي ورئيسه مغربي ورئيسه الاماراتي. يعني مغربي واهلاوي بالصدفه. يا عمرو يا عمرو زيت الامر دي بقى اطلع منها بقى. المهم كفه مين ارجح استاذ عمرو عشان لازم اختم؟ طبعا الزمالك. طبعا الزمالك. اسباب الزمالك فرقه اقوى. تركيزه في المباراه اكتر. عنده حافز كبير جدا ان يجمع سوبر القرن بسوبر المصري. فالزمالك عنده امكانياته اللي يفوز بالمباراه. تمام. الزمالك يكسب الماتش ان شاء الله. استاذ علاء رغم الظروف دي شايف ان النادي الاهلي عنده دوافع الفوز كبيره جدا لان مصلحه الجماهير بالنسبه لهم دي اولويه وعندهم ما هو اهم اللي هي مباراه العين. لكن فعلا يعني بالنسبه للجمهور الاهلي بالنسبه للعيبه النادي الاهلي المباراه دي مفترق طريق كبير جدا ليهم هم وللمدير الفني. لو خسر الاهلي ايه اللي هيحصل؟ هننتظم مباراه العين. هاي هننتظم مباراه العين وبعد كده بعد لا بعد كده تحدد المباراه دي حاجات لا هتحدد حاجات كتير جدا.